خلاص خذوه. وعقب اسبوع روحوا لاهله زياره، ودوني هذا عقب اسبوع روحوا له زياره. حالته كلش تعبانه، طفل صغير، حرام يعني يولونه كذي، يخربون مستقبل ماله، مدرسه. هاي طفل ما مو معقول يعني يسوي الاشياء، من يتوف اعتدى على رجال امن، اتلاف سيارته نجيب تجمهور. يعني انا رجال شقدي ما بقدر يعني الصراحه، يعني ما بقدر اسوي الاشياء. شلون طفل 11 سنه يسويها؟ هل معقوله يعني؟ مو معقوله يعني. نفسيته وايد تعبانه، واخواته واخوانه ما يناموا من الليل، كل يقولون جهاد جهاد. حرام، مو زين طفل، وين حق الطفوله؟ طفوله لها حق. صغر سني جهاد لم يحمه من أن يكون أصغر سجين سياسي في البحرين. هل يفقه طفل يا ترى معنى التهمة التي نسبت إليه؟ هل يعقل محاكمة تلميذ ابتدائي بتهمة النشاط والتآمر السياسي؟ نعم، هذا يحدث هنا في دول عربية لا تحترم الفرد. يساق الأطفال بين أروقة المحاكم كما المجرمين الكبار، ولا تنتهي عقوبتهم في احتجاز حريتهم، وإنما تمارس عليهم شتى أنواع الترهيب النفسي والجسدي.